دكتور مصطفى علي الشريف مدير إدارة الدراسات العليا والتدريب بجامعة مصرات. طبعا نشأت برامج الدراسات العليا بجامعة مصرات في 1987، وحاليا يوجد بها 18 برنامج موزع على 8 كليات بالجامعة. الآن فتحنا 8 برامج دراسات العليا عن طريق برامج اتفاقية مع أكاديمية الدراسات العليا بجنزور، وأيضا الآن نسعى إلى فتح برامج دراسات العليا في لمنح درجة الدكتوراه في 3 تخصصات بإذن الله تعالى.